انا متابع ومتابعه قناه شوف تيفي، مرحبا بكم على هذا البث المباشر هنا من جانب ثانويه الفقيه القانوني في كيجتازوا التلاميذ ديال البكالوريا امتحانات ديالهم. اذا عشرات الامهات اللي واقفين هنا كيتسناو الابناء ديالهم فلذات الكبد ديالهم يسمعوا اخبار زوينه كيفاش دوزوا هاد الامتحانات. اجواء ديال ستريس الله يحسن العوان. هاد النساء هادو كاملين كيجيب لك الله راه هما اللي مدوزين الامتحانات ماشي غير الوليدات ديالهم بوحدهم. المهم جي السلام عليكم، صباح الخير عليك، كي دايره مع الصحيحه؟ كي دايره الاجواء؟ ربي مني متوتي كتسناي هنايا. لا لا بنت اختك تاتي جيتي معايا فين اختك؟ اختي باقا في الدار جيتو تشوفوها هنايا باقي ما خرج حتى واحد. قضيه كي اخباركم والو يا ربي امين يا رب. كي دايره الحاله ديال الاخت؟ كتقرا؟ مزيان الحمد لله، الله يوفقكم، الله يسمعكم اخبار الخير. يا ربي امين. يا ربي امين. ها هما اول وحدين خرجوا. فرحانين ليهم. الحمد لله. ان شاء الله. نتمنى ليهم خير، هما راهم ساكنين في رمضان، هما كيحفظوا وتيسهروا حتى الربعه الصباح وتيفيقوا ثاني الصباح بكري كيف ينعسوا مساكن ساعتين ثلاثة، والله يجعل إن شاء الله يكون خير عندهم إن شاء الله. الله يفرحكم ويفرحوا تاهما بريوسكم تفرحوا كاملين إن شاء الله. يا ربي آمين. بخير وعلى خير إن شاء الله يكون مخلوفة ويكون عندهم إن شاء الله مستقبل زوين وظاهر إن شاء الله. جيتي مع الوليد ولا مع البنية؟ صبرهم خير إن شاء الله. يا ربي آمين. جيت مع بنت أختي راه بحال بنتي. تاتي من الصباح وانت هنايا. من دخلوا مع الصباح حنا فاقين في الفجرين وجينا معاهم وقفا كنكري معاهم ساكن راه ما الماكله ما كدوزش ليهم. علاش كذا اللي تدوزوا امتحان ودوز بخير على خير ان شاء الله باذن الله. يكون خير ان شاء الله. يا ربي امين. ندوزوا امتحان ان شاء الله نتمنوا لهم خير ان شاء الله يا ربي. يا ربي امين. الصباح حنا قاعدين حنا كنتسناو راه بحال حنا اللي كندوزوا امتحان. ماشي هما اللي كيدوزوا امتحان. وكنتمنوا ربي يكون معاهم. يا ربي امين. ويفرحوا والديهم ان شاء الله. الله يفرحكم على الله يسمعكم اخبار خير. يا ربي امين. يا ربي امين. شكرا. هذا واحد واقيلا انت هو اول واحد خرجتي من المؤسسه. شنو دوزتي دابا كامتحان؟ دوزتي الفيزيك؟ كي داز باش ما خرجتوش؟ شحال هذه في الساعه؟ يلا قل صعيب داك الشيء. كنتوا موجودين بعدا شوي؟ بريبارين الزيار ما كاين لا نقير وقيله لا والو ما نقلتيش. مزيان 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 مزيان. الله يعطيكم الصحه تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم. متساوي عندهم في المدرسه الحمد لله. الحمد لله كلشي عندهم متساوي. نشوفوا الناس اللي دوزوا اش كيقولوا على الامتحان، اش كيقولوا هاد الناس اللي مدوزوا. شكون دوزتوا فيزيك؟ السلام عليكم. صافا لاباس عليك؟ صحيحه هانيه. كي دوزتوا الفيزيك؟ شنو من المواد اللي تحطوا ليكم؟ شنو كان؟ انت سيونس فيزيك ولا سيونس مات؟ سيونس فيزيك اهم ماده عندك دابا في الشعبه ديالك كامله. شنو اللي كان شنو اللي جاكم صعيب؟ شنو اللي صعيب؟ جانا الكهرباء مزيان فيزيك داز مزيان كلشي كان مزيان الحمد لله كنا متقارين كلشي كان في هذا الدكتور او موديل. ايوا كيف هذا مراجع راه غادي يكون مزيان ومراجع عاد فرصه عندنا ان شاء الله. بس في بدايه الخدمه ديال السيارات باش تكون مزيان باش ما كدير خدمتها. كانت المراقبه بزاف كان السيارات نعطيكم الصحة. كان في المصيبات بين التلاميذ ما خلاوش قضية باش الدور بين التلاميذ باش كتجي نتايا كتكون مراجع وكيجي واحد آخر كيجي كينقل كيبقى فيك الحال. فهمتي الأساتذة واللجنة داروا خدمتهم تبارك الله عليهم وشكرا. الله يعطيكم الصحة. هذا واحد من الآباء كيطالع على الامتحان من قبيلة وأنا كتشوف في الورقة. السلام عليكم. صافا لاباس عليك؟ صحيحة. أول غير خرجت الورقة وأنت تشد طالع عليها. كتبريبارا مع الوليدات؟ عندك وليد ولا بنيه؟ انا بنيه. اش من شعبه دايره؟ سيونس فيزيك. طالعتي لها دابا على الفيزيك شنو بالك فيها؟ عربيه. هذه عربيه اذا غتكون عندهم لائحه. كنتي كتبريباري معاها في هذه الطيره؟ مره مره. بقيتي مشطون؟ بقيتي مشطون؟
انتما كان عندكم تا كان عندك فرونسي ديك الساعه كان عندكم فيزيك فرنسيه اش كيبان لك فيه في المستوى صعيب سهل كان صعيب فوسط كتكون جربتي جميع انواع الحلول يا ربي امين الله يسمعك اخبار الخير تتم على البنيه يا ربي هذاك الشيء كاين اللي جات من عند الله يدير خير اللهم لك الحمد بون كوراج الله يسمعكم اخبار الخير كيف علاش فضاء بريباريو شويه ولا ما مبريباريش وكنتي موجد شويه بدا الزياره لما ما قال حتى واحد كاين النقل اذا مزيان انت واحد ما ينقل اخويا هما القانون ديالهم هما هو مزيان ما يكونش قيل ولا مزيان خصو يكون قيل لا هي في الصراحه اللي بريباري غيخدم ديال بس ياك ما موجدش اخويا راه وانت شنو كنت موجد ولا ما موجد شويه مو بعدا كاين المعدل عاد فرح المهمه ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله اذا هذه مجموعه ديال الارتسامات اللي كناخذوها هنا من محيط المؤسسه ومازال نشوفوا التلاميذ كيدوزوا سولوهم كيفاش دوزوا هما مازال كيتسناو كلشي كيتسنى هنايا الجميع ينتظر ويترقب بداو كيخرجوا شدينا اول تصريح ديال اول شاب خرج من الامتحان شكون فيكم اللي دوز دوزتو كي دا نشوف نشوف دا صعيب دا صعيب دا صعيب كي دوزتي انت اش دايره شعبات العلوم الفيزيائيه العلوم الفيزيائيه شنو هو اصعب فقره حطوا لكم الشيمي ولا كانت الفيزيك الفيزيك شنو كان الكهرباء ولا الميكانيك شنو اللي كان فيها صعيب الكهرباء هو اللي جاكم صعيب صعيب بزاف ممكن المعدل ان شاء الله تصحيحوا نشوفوا ان شاء الله بالتوفيق الله يسمعكم اخبار الخير ان شاء الله بارك الله عليك سمعنا التصريحات شفنا كيهضروا لنا بان شويه ديال الماده ديال الفيزيك الكهرباء اللي كانت فيها شويه صعيبه شابيتر ديال الكهرباء اللي كان صعيب وكيبان لي وقيله كاينه شويه الخلعه هنايا كلشي كيتسنى راه عمو حنا كنتعذبوا وبغينا واحد النتيجه تكون مزيانه وقيلا السوايع المدرسه المجيان درنا المجهود ديالنا بكل شيء لان حنا بغينا وليداتنا يوصلوا وشي نقطه اللي تكون مزيانه ما بغيناش ديك 10 ولا ديك النقطه حنا تعذبنا بغينا شي نقطه تكون عاليه هذا هو المضمون اللي بغينا حنا في وليداتنا وكنتمنوا لهم التوفيق هذا هو هذيك هي البنيه اللي كانت البارح كانت كومينيكاس عاود دوزات هذا العام مالو موجههم صعيب ترى الدرجه البنيه كتبكي كاينين وجوه بشوشه اذا كاينين جوج ديال المشاهد كيدوزو ايوا
زادوا ستريساتكم دابا هاد البنيه ملي خرجات كاتب كي دابا تخلعتوا مالا خرجات كاتب كي اش قالت لكم؟ جا الفيزيك واعر راسح الفيزيك خطات اديها في تمرين واحد صافي ما عرفتش هي راهي عندها الفيزيك ولا الدراري ما مراجعينش ولا شنو هي القضيه هذا الشيء كيخلع هذا الشيء ملي ما خرجوش وليدات في الوقت ملي ما خرجوش ملي خرجت حتى واحد بكري ما خرجوش 11 قلت 11 قلت اذا عامل ديال الوقت اما الفيزيك قاصح كاين جوج احتمالات حنا ما نقدروش نعرفوا دابا الا ما خرجوش وليداتنا ومن غادي نقول شنو كاين خرجت واحد البنيه من بين طلعنا البارح باش كانت الزياره ديال العام لنا في ثانويه الفقيه القانوني وكانت هي على ما اعتقد كانت ممثله ديال التلاميذ هنا في المغرب ولا شي حاجه بحال هكا هي خرجت في حاله من انهيار مراعاه الظرفيه ديالها الوضعيه ديالها راينا اننا ما ناخذوش لها بريز دو فيو في اللايف لو شوب غنسولوه قبل منكم هو اللي غيعطينا كي دوزتي يا زكريا زكريا انت السلام عليكم كي دوزتي مزيرين ما نقلتوش واخا كي داس الماده مزيان هو الزيار ما كاينش شي كيفاش دير اسد الحراسه مشدد على الجو وانت شنو درتي في الورقه ديالك شويه وصافي ما كاينش معدل حتى 5 مليون ويلي شنو الفقرة اللي جات صعيبة عندكم؟ شنو الفقرة اللي جات عندكم صعيبة؟ هذاك شي شوية فيزيك طويل فيزيك طويل بالي بنادم ما خرجوش الناس بكري قبل الوقت الزيار على الجهل قال لك تصوروا الزيار على الجهل كيفاش يا تخدم ولا ما ت لأن الأمن كيحاول أنه يخوي المحيط ديال المؤسسة كي دوزتي؟ ها؟ كي شنو اللي جاك صعيب فيه؟ صعيب والفيزيك؟ خدمتو مزيان؟ خدمتي مزيان؟ كنتي مراجعة؟ الحمد لله الله يوفقكم كي دوزتي الفيزيك؟ الحمد لله كلشي بخير هادشي انا في الكونطابيليتي حنا انتوما ايكونومي ديال الاساتذه ديالنا وفضل لي طاهر رخيص الشاط الصباح هذا كلشي كيعاود لي على طاهر رخيص شكون هو طاهر رخيص؟ علاش هو احسن استاذ؟ حيت هو اللي كيبريباري معنا مزيان جربنا بزاف الاساتذه وما لقيناش احسن منه. اش دوزتي دابا كونطا؟ كونطا كي دازت عندك؟ داز مزيان كلشي مزيان شحال تجيب فيها تقريبا؟ ما عرفناش تقديرا شنو الاسئله اللي بان لك فيهم راك ما جبتيهمش لاصدوز؟ خدمنا مزيان خدمتي مزيان على حساب المصحح انا عاوزينهم خدمنا مزيان ممكن تمناو 15 المهم هذا الاستاذ طه يسوق طه اش؟ طه ارخيص هو احسن استاذ كنقولوا هادي نفس الهضره اللي قالوها الدراري ديال الادريسي هاد الصباح هاد اش تقول لي هاد الاستاذ صافي واخ جي نعطيها لك كاش دابا مرحبا شوف شحال ديال الاباء وشحال ديال الامهات اللي جاو كيتسنى و شكرا للوالد الوالد اجا 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 قول لنا اجا قول لنا هما بداو كيخرجوا التلاميذ ايا جرس انتهاء مواد اول امتحان امتحانات البكالوريا على مستوى جميع الشعب هنا بالمغرب كي دوزتي دا صعيب ها شنو اللي جاك صعيب فيه نيكليار دوز اختيار فرنسيه ولا عربيه فرنسي داز عندك شويه صعيب غير بوحدو غير لا في وسط الفيزيك في وسط المادة ديالي كان زيار بزاف توفيق ان شاء الله بون كوراج لحظات من الانهيار وليدات خارجين كيبكيو الوليدات خارجين كيف كواش نطلعوا الفوق
عائشة الجميع يتفق بقى ما خرجاش ليا كي دوزتي اجي قول لنا كي داز المادة عندك مزيان شنو اللي داز عندك فيها صعيب سهلوا الممتنع كي دوزتي سهل اقتصاد ولا علوم فيزيك سيونس فيزيك كانوا كيديروا لكم السوايع هنا فابور في المدرسه نيت اللي صار حاضر مع واحد مجهود بزاف الاستاذ فيزيك احمد ياسر تحيه خاصه ليه تحيه ليهم اشنو عندكم بالعشيه لونغلي بالتوفيق ان شاء الله من جوج لخمسه بالتوفيق ان شاء الله من ثلاثه لخمسه كي دوزي شتك باكي مقلق واش حنا سيونس اس بيتي زبيبيان كي دوزتي انت شويه ما تلقوش لكم اش قولي طفينه اللي ما تلقوش لكم ما نقلتوش لا ماشي ما صافي على سلامتكم واو صافا بخير علاش قرايه ما عندهم ما يديروا بها لا خاصك باكو بوك اخويا شحال حاطه لك بنادم في زعلوله كاري لا زعلوله حاطه لك يوسف دابا كتقول الناس بلا ما باش ليك لا واو هذا وليد شنو وليد ما عجبوش حال وليد كي دوزتو علاش ما نقلتيش جمعه ولا تنقلي الدماغ السكاليه ما طلعناش
صافي وقتي كما تجي تحيه الشارك فاميلي تحيه ليكم اشتي ها ايه انت ما مربيش انت ما مربيش ها واش تخليني معاك دري صغير ها نتبع لك معاك